سنة 6 من بعد هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد 19 سنة من دعوة النبي والحروب المتواصلة ما بين قريش وما بين رسول الله، ياخد النبي الصحابة علشان يطلعوا عمرة. بقالهم 6 سنين بعيد عن الحرم، وفعلا تجهزوا وعلى أبواب مكة بعد ما وصلوا وقلوبهم بترفرف شوقا لحرم الله سبحانه وتعالى، ترفض قريش دخولهم، وكادت تقوم حرب بين الطرفين، وفي الآخر اتفقوا على الصلح، صلح الحديبية 10 سنين. وينزل القرآن والصحابة راجعين زعلانين من مكة للمدينة إنهم اتحرموا من الحرم، ينزل القرآن: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فين الفتح؟ أقول لك، هدية الأجواء. ناس كتير دخلت في الإسلام في أثناء فترة الصلح، يمكن أكتر من اللي دخلوا في 19 سنة اللي فاتوا، وحصل رواج لتجارة المدينة بسبب عدم وجود مخاوف من سطوة قريش. وبعدها بسنتين نقضت قريش الصلح، بعدها بس بسنتين وجي فتح مكة. ربك سبحانه وتعالى في وقت صلح الحديبية منع الصحابة ما يريدون وهو العمرة، ليعطيهم ما يحتاجون وهو الاستقرار. وبين ما تريد وما تحتاج يتدخل الإله الحكيم. وعلى فكرة دي من علامة حب وعناية ربنا، إنه بيتدخل في رغباتك علشان يحقق لك مصلحتك الخفية عليك. على فكرة من علامات الاستغناء بين الأحبة إن أقول لك براحتك اعمل اللي أنت عايزه، ودي من مفسدات التربية الأبوية، إن الأب ما يتدخلش بخبرة السنين اللي عنده في إدارة رغبات ابنه الطائشة. يعني لو الابن أكل ما يريد وقت ما يريد، أو لعب ما يريد وقت ما يريد، أو تكلم فيما يريد وفعل ما يريد وقت ما يريد، من غير تدخل الأب لانتهت حياة الابن ده مجرم مترف فاسد الفكر والبنيان. وهنا بيتدخل الكبير لإصلاح ما يريده الصغير، فيأخذ منه ما يريد لإعطائه ما يحتاج. ابن عطاء الله العالم الحكيم بيقول لك: لا يكن تأخر أمد العطاء مع الإلحاح في الدعاء موجباً ليأسك. فهو سبحانه ضمن لك الإجابة فيما يختاره لك لا فيما تختاره لنفسك، وفي الوقت الذي يريد لا في الوقت الذي تريد. الله بعلمه وحكمته يتدخل في رغبتنا لتحقيق مصالحنا العليا في الدنيا والآخرة، عن طريق إعطائك ما تريد إذا توافق مع ما تحتاج، وإلا منعك ما تريد ليعطيك ما تحتاج. والحل، الحل في النفوس اللي بتقول بدعي وربنا ما استجابش لغاية دلوقتي. أقول لك: استجب للمأمورات واصبر على المتأخرات، أو استمع لما يؤمر واصبر على ما تأخر. نفذ أمر ربنا واصبر على عطاء الله سبحانه وتعالى. هم كانوا عايزين العمرة، لكنهم ده اللي عايزينه ما يريدون، لكنهم كانوا محتاجين السلام والهدوء، فربنا أعطاهم ما يحتاجون. أنت تريد النوم والله يعلم أنك تحتاج لصلاة الفجر، أنت تريد الراحة لكنك تحتاج للشغل والتعب وبناء النفس والسعي في الأرض طلبا للرزق، أنت تريد العزوة والصحبة واللمة لكن ربنا يرى أنك تحتاج الأنس بالله، فممكن يخليك تعدي مراحل فيها وحدة فلا يكون معك إلا الله سبحانه وتعالى. في الجنة ربنا سيعطيك كل ما تريد، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. لكن في الدنيا بعلمه وحكمته هيتدخل في مراداتك لتحقيق مصالحك، ويقول لك: فإن سلمت لي فيما أريد أعطيتك فوق ما تريد. فاستمع أيها العبد لما تؤمر واصبر على ما تأخر. فاللهم يا ربنا أرنا الحكمة في منعك وعطائك، وردنا يا رحمن بما اخترته لنا، واجعله في أعيننا عين السعادة.